السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام يعتقد الكثير من الناس في اليمن وخارج اليمن أن المخلوع علي عبد الله صالح هو المسؤول الأول عن كل ما يجري في اليمن اليوم وبالأمس ومنذ ثلاثين عاما مضت هذه الحرب المستعرة هذا التمزق الوطني هذه الانتكاسة الجمهورية هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعانيها اليمنيون كلها هي بعض ثمار حكمه لثلاثة وثلاثين سنة مضت وبعض ثمار بقائه في المشهد السياسي حتى الآن والأسئلة الأسئلة التي تشغل بال الناس هي لماذا بقي المخلوع في المشهد السياسي حتى هذه اللحظة بالرغم من أنه المسؤول الأول عن كل ما يجري في اليمن من مآسي إلى الآن بل لماذا وصل الى المشهد السياسي اصلا ذات يوم اسود؟ هل الرجل يتمتع بذكاء استثنائي ام ان هناك ظروفا محليه ودوليه واقليميه هي التي ساعدت على وصوله الى السلطه اولا ثم ساعدت على بقائه في المشهد حتى الان؟ هذه اسئله تحتاج الى اجابات عن ظاهره علي عبد الله صالح سيكون حديثنا لهذه الحلقه، كونوا معنا. تحدثنا كثيرا في الحلقات الماضيه عن جرائم المخلوع صالح في حق اليمن ارضا وانسانا وتاريخا لكن مهما تحدثنا عن هذه الافه سيظل حديثنا اشبه بكلام من يريد ان يعرفك على كتاب دون ان يقرا لك الكتاب. فرق كبير بين ان تقرا الكتاب وبين ان تتعرف عليه من الخارج. جرائم علي عبد الله صالح في حق اليمن واليمنيين لا يمكن حصرها. لأن آثار كل جريمة، آثار كل جريمة اقترفها في حق البلد تمتد هذه الآثار إلى حدود بعيدة جدا لا يمكن حصرها. والذين يعرفون خطورة القرار السياسي يدركون ما نعني. الذين يعرفون ما ما معنى القرار السياسي وما الذي يتركه من آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية يعرفون. يعرفون أن قراراً واحداً في مجال التعليم مثلاً قد يغير مصير أجيال قادمة ايجابا او سلبا فما بالك ما بالك بمئات القرارات على كل الاصعده على مدى 33 سنه يعني قرار واحد يتخذ الرئيس الجمهوريه او السلطه السياسيه قد يغير مصير جيل فما بالك بواحد بيحكم 33 سنه كم قرار اتخذه بالسلب او بالايجاب الحديث هنا عن القرارات الايجابيه والقرارات السلبيه طبعا اي القرارات التي تتخذ والقرارات التي لا تتخذ كلمة سلبي وإيجابي هنا نقصد بها القرارات التي اتخذت والقرارات التي لم تتخذ لأن هناك قرارات سياسية قد يتخذها الحاكم الفاسد المستبد تغير مصير أمته عبر الوقت إلى الأسوأ وهناك قرارات أخرى كان ينبغي أن تتخذ لكنه لم يتخذها تسبب هذا الإهمال المقصود أو غير المقصود إلى تعطيل مصالح أمته الحاكم إما أن يتخذ قرارات أو لا يتخذها في الحالتين قد يضر بمصالح أمته علي صالح كان واحدا من أكثر الحكام فسادا وخطرا على شعبه وأنا شخصيا لا أعرف في التاريخ لا أعرف حاكما فعل في شعب ما فعل علي عبد الله صالح باليمن واليمنيين صحيح أننا قرأنا عن حكام مجانين من أمثال كاليجولا الروماني أو جورج الثالث البريطاني ولا بوكاس الافريقي وقرأنا عن حكام طواغيت امثال فرانكو الاسباني او جنكيز خان المغولي او ماو تونغ الصيني وقرأنا عن حكام مغامرين من امثال نابليون الفرنسي وهتلر الالماني وقرأنا عن حكام فاسدين بلا حصر لكن ليس في هؤلاء جميعا واحد منهم حطم امته ومستقبل اجيالها كما فعل علي عبد الله صالح بأمته بل ان بعض هؤلاء المستبدين قد خدم امه خدمه عظيمه واحد مثل الرئيس الصيني ماو تسي تونغ هذا الرجل كان حاكم مستبد عنيف لكن سياساته حولت الصين من بلد زراعي متخلف الى دوله صناعيه كبرى وغير ثقافه الصينيين غير ثقافه هذا المليار من البشر من ثقافه تمجيد الاباء والاجداد وال تمجيد الماضي إلى ثقافة تمجيد الصين وتمجيد المستقبل والعمل والتفوق هذه إنجازات كبيرة لهذا المستبد واحد مثل ستالين حقق نفس الشيء بالرغم انه تسبب في مقتل أو مذبحة 20 مليون روسي كما يقال أو 20 مليون من الاتحاد السوفيتي إلا أن هذا الرجل استطاع أن ينقل روسيا والاتحاد السوفيتي من مجتمعات زراعية متخلفة إلى دولة صناعية متخ... متقدمة في في جيل واحد أما علي عبد الله صالح فقد صعد إلى الحكم واليمنيين في وقتها كانوا من أكثر شعوب الأرض تفاؤلا بالمستقبل بعد نجاح الجمهورية والثورة ومن أكثر شعوب الأرض استعدادا واشتياقا لدولة النظام والقانون والإتيكيت وفي فترة زمنية حينما صعد كان في فترة زمنية شهدت استقرار دوله الرفاه في الغرب وشهدت خيرات الطفره النفطيه في الوطن العربي يعني كان ظهر في فتره ذهبيه للمنح التي كانت تقدمها الدول الغنيه للدول الفقيره كان بامكان اليمن تستفيد استفاده كبيره من هذه الطفره طفره الدوله دوله الرفاه في الغرب والطفره النفطيه في الخليج الفرص كانت رائعه امامنا تماما في وقت صعوده وكانت فترة ذهبية للمغترب اليمني في الخارج. اليمنيين انتشروا في الخارج بكثرة وكانوا مورد من موارد الدولة لا يستهان به. وكان عدد اليمنيين اصلا محدودا حوالي سبعة مليون او 8 مليون. لكن طموحاتهم كانت بلا حدود. هذه هي الظروف التي صعد فيها علي عبد الله صالح الى الحكم. لكن بعد اكثر من ثلاثة عقود في حكم اليمن وبعد ثورة شعبية عارمة أخرجته من السلطة ترك اليمن وهي من أكثر البلاد شقاء وبؤسا في العالم على كل المستويات تركها في الحضيض على مستويات الاقتصاد والتعليم والصحة واحترام النظام والقانون تركها وهي ممزقة في شعورها الوطني ووحدتها الوطنية تركها وكرامة شعبها تهان في مطارات الكريب قبل البعيد ترك السلطة بعد ان فخخ اليمن بالاحقاد المذهبية والمناطقية والسياسية وجعل اليمن كما قال هو عبارة عن قنبلة موقوتة اذا نزعوه منها كانهم نزعوا الصاعق تركها ترك اليمن وقد عطل كل مؤسسات الدولة الوطنية واستبدلها بمؤسسات عائلية تابعا له ولمشروعه الصغير واخطر من ذلك كله انه تركها بعد ان مزق النظام الاخلاقي النظام الاخلاقي الاجتماعي لليمنيين، من كان يصدق ان اليمني يمارس هذه اشكال التعذيب التي يمارسها اليوم الحوثيون او يمارسها اتباع صالح في السجون، من كان يصدق ان اليمني قد تسقط اخلاقه الى هذا المستوى ونحن مجتمع كنا نعرف بعضنا وما كانش يجرؤ اليمني على ممارسات من هذا النوع ثم توج هذا كله توج كل هذه الجرائم بأم الجرائم ألا وهي جريمة تسليم رقبة الجمهورية للإماميين وهذا الكم من الجرائم عميقة الأثر وبعيدة المدى تجعلنا نقول إنه لا شبيه له بين المجرمين الذين حكموا الذين حكموا شعوبهم والذين عرفناهم في التاريخ هذا هذا الذي يجعلنا نقول إنه يمكن من أسوأ حكام التاريخ على الإطلاق وليس له شبيه في التاريخ إذا لماذا بقي علي صالح في المشهد السياسي حتى الآن بالرغم من كل هذا الفشل وهذا الرصيد المخزي من الجرائم الخطيرة في حق اليمن واليمنيين هي طبعا الناس لما يسمعوا كلمة جرائم بعضهم لا يفهم الكلمة جريمة إلا ما هو قتل وما هو نهب وما هو سرقة لا يفهم أن هناك نوع من الجرائم يدمر شعوب بطريقة لا ترى بطريقة بطيئة بطريقة بطيئة عبر الزمن عبر بواسطة الإهمال أو عن طريق اتخاذ قرارات سياسية خطيرة تدمر أنسجة المجتمع ونظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجواب طبعا معروف لماذا بقي علي صالح إلى هذه اللحظة حتى الآن؟ معروف للكثير من المتابعين هناك عوامل محلية عوامل خارجية ساهمت في بقائه مثلما كان هناك عوامل محلية وخارجية ساهمت في وصوله إلى السلطة من البداية وهي معروفة طبعا لا علاقة للأمر بذكائه وحنكته كما يتصور أنصاره من ذوي من ذوي المواهب المحدودة والخيال المحدود وبتصور علي صالح باقي لليوم لأنه كان عبقريا من العوامل المحلية التي ساعدت على بقائه في المشهد إحنا لازم نفهم هذه العوامل من هذه العوامل التي ساهمت في بقائه في المشهد إلى الآن مثابرتة مثابرتة هو منذ أن وصل إلى السلطة على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمه لبقائه في السلطه كان مجتهد في هذا الجانب من اول ما وصل وهو بيتخذ اجراءات واحتياطات ترتب لبقاءه في السلطه الرجل نص سلطه ونصوص السلطه عاده يفكرون في حمايه سلطتهم اكثر مما يفكرون في خدمه شعوبهم ولهذا ظل علي صالح طوال 33 عام يرتب فقط لبقائه في الكرسي ثم لبناء مشروع التوريث والملك الذي كان يحلم به. وكلمه يرتب طبعا كلمه بسيطه لكن وراها كلام كثير وخطير. لكي يبقى علي صالح في السلطه ويورثها لذريته كان لابد ان يزيح كل العوائق الممكنه امام هذا الطموح. واول هذه العوائق الدوله الوطنيه نفسها. مؤسسات الدوله التي ورثها اليمنيون من العهد الجمهوري القصير قبل حكمه وفي مقدمتها مؤسسه مؤسسه القوات المسلحه ومؤسسه الامن هذه مؤسسات كانت تمثل عائق امام مشروع علي عبد الله الصالح اما ثاني هذه العوائق التي حاول ازاحتها فهي القوى السياسيه الجمهوريه التي قد تقف في وجه مشروعه كان يفكر في العوائق دائما هذه القوى مثل بعض الأحزاب الكبيرة أو القوى القبلية غير الموالية له وبعض القوى الدينية هذه كلها قوى كان علي عبد الصالح يعتقد أنها ستكف حجر عثرة أمام مشروع التوريث فماذا فعل علي صالح لإزالة هذه العوائق؟ بالنسبة لمؤسسات الدولة الوطنية تم تصفيتها تدريجيا تصفيتها يعني إنهائها وإضعافها واستبدلها بمؤسسات خاصة مؤسسات عائلية تتبعه هو وأسرته أضعف الجيش الوطني واستبدل بالحرس الجمهوري وأعطى زمام الحرس الجمهوري لولد لولده الأكبر واستبدل الأمن العام بالأمن المركزي وأعطى زماما لابن أخيه وبدأ في استبدال الأمن السياسي بالأمن القومي الذي أعطى زمامه لابن أخيه الآخر هذا بالنسبة على بالنسبة لمؤسستي القوات المسلحة والأمن، بالنسبة للقوى الدينية استطاع علي صالح أن يخلق لها قوى دينية معارضة، السنة يسوي لهم شيعة وصوفية، الإصلاح يسوي لهم سلفيين، وبالنسبة للقوى القبلية استطاع أن يشوه سمعتها وأن يحرق أوراقها في أوساط القبيلة نفسها وفي أوساط المجتمع. وفي الوقت نفسه كان يستميل يستميل بعض الرؤوس القبيله لصالح مشروعه. كان يستفيد من نقاط ضعف القوى القبليه المعارضه له. وقد ساعدته هذه القوى نفسها. ساعدته على تحقيق مراتب بطرق كثيره لا حصر لها. يعني هذه القوى نفسها كانت يعني للاسف الشديد اساءت الى نفسها واساءت الى جمهورها في احيان كثيره واستغل علي عبد الله الصالح هذه الاساءات وهذه الجوانب الضعف والقصور لديها لصالحه. ولكي يشغل الناس ويشغل القبائل عن مشروعه تركهم في حاله حروب اهليه وفي حاله مجاعه حروب اهليه بلغت كما قيل في احدى الاحصائيات اكثر من 400 400 حرب اهليه في عهده اكثر ترك الناس يصارعون لقمه العيش ويصارعون الاوضاع الاقتصاديه السيئه اما الاحزاب الكبيره فقد تمكن من اضعافها كثيرا بعد ان اصبح البنك والاعلام والامن والعسكر في يده لما يكون بيدك البنك وسائل الاعلام والصميل العسكر والامن تستطيع ان تتصرف في شؤون البلد وفي شؤون الخصم حتى كما تشاء تفصل بلد على مقاسك وتفصل احزاب ووضع اقتصادي على مقاس مشروعك ومصالحك كل هذا هو معنى يرتب اوراقه في الداخل والخارج ويراكم السلطه والمال في يده هذه الفتره كلها كان يرتب لمشروعه ويرتب لمستقبل اولاده فقط وترك اليمنيين ومشاكل اليمن تتراكم الى ان انفجرت في 2011 واصبحنا فيما نحن فيه اليوم وطن مهدد بالانقسام، مهدد بالفشل، مهدد بالامراض، بالطاعون، بالكوليرا، بكل ال... بكل المشكلات التي ممكن ان تصيب وطن منحوس للاسف الشديد. اما اهم العوامل الخارجيه التي ساهمت في ابقاء المخلوع داخل المشهد السياسي حتى الان فهي ذلك الدعم السخي والقوي والخفي الذي يتلقاه من قبل بعض الانظمه المستبده في الاقليم انظمه سياسيه وجدت من مصلحتها دعم الثوره المضاده للربيع اليمني مصالحها تقتضي ذلك عندها مصالح وجدت هذه الانظمه ان مصالحها ستتضرر اذا تحرر اليمنيون وسعوا الى تحسين وضعهم فقرروا افشال محاولتهم التاريخيه الكبيره في الوصول الى حلم الدوله اليمنيه التي تليق بهم وكان اليمني لا يحق له ولا ي... ولا يصلح لا يحق له ان يكون له دوله وان يكون له كرامه وان تكون له حريه كان اليمني خلق فقط لكي يكون عاملا موظفا شاقيا في بلدانهم او يكون يعني مهانا في مطاراتهم قررت هذه الانظمه المستبده الاقليميه ان تحبط اكبر محاوله لليمنيين في انقاذ انفسهم وانقاذ مستقبلهم ومصيرهم. فانقذوا علي عبد الله صالح. لكن اخطر العوامل التي ابقت علي صالح حتى الان بالتاكيد هي وجود تلك الفئه من اليمنيين التي ما زالت تناصره. هذه الفئه تكلمنا عنها في حلقات ماضيه وصفناها من قبل. وقلنا أن أفرادها يتصفون بانعدام الوعي وانعدام الخيال وفي أحيان كثيرة انعدام الذوق وفي حالات دائمة بانعدام الضمير وهذا الكلام ليس فيه أي تجني على هذه الفئة من الناس بالطبع بل هو كلام علمي مئة بالمئة لماذا؟ لو حللنا المسألة شوية ليس في شخصية علي عبد الله صالح ولا في تاريخه ما يستحق الإعجاب فلماذا يصبح الانصار معجبين لماذا ما الذي في علي عبد الله الصالح من الميزات التي تجعله يستحق الاعجاب والانصار على مستوى الشخصيه مثلا على المستوى الشخصي فان علي صالح يعد حالا مرضيه في منظور علم النفس ما في الشخصيه تستحق الاعجاب يعني حالته في علم النفس تسمى السيكوباتيا السيكوباتيا هي باختصار شديد نوعية من الأفراد يتصفون بسلوك غير سوي يظهر عليهم من صغرهم الشخص السيكوباتي هو شخص منعدم الضمير هذه مواصفاته في علم النفس والذين يعرفون علي صالح يعرفون هذه الصفات شخص منعدم الضمير تماما يمكن أن يضحي بوالدته أو زوجته أو وطنه لو لاحت له مصلحة خاصة وراء ذلك هذا كلام علماء النفس هذه الشخصيه تتصف بعدم القدره على التوافق مع الضوابط والانظمه الاجتماعيه والاخلاقيه ما يهمش اخلاق المجتمع تروح تجي ما هيش قضيه هذه الشخصيه ايضا عنيفه يظهر عنفها في احيان كل ما واتتها الفرصه مثل جمعه الكرامه مثلا شخصيه مخادعه وهذا واضح في شخصية علي صالح تماما شخصية غير مسؤولة يعني ممكن يرتب لاولاده فقط و على حساب شعب كامل على حساب 30 مليون مواطن غير مسؤول لا يشعر بالمسؤولية تجاه 30 مواطن 30 مليون فقط يفكر في حلمه هذه الشخصية ايضا تتصف يعني بعدم التعلم من الخبرات السابقة هو لو كانوا بيتعلموا لو كان علي صالح تعلم كان شاف حكام في التاريخ كيف انتهت بهم انتهى بهم المكر الى اسوا حاله هذه الشخصيه ايضا لا تشعر بالندم على الاخطاء الى الان الى الان الرجل الرجل بلغ السبعين من عمره وما زال يرتكب الجريمه تلو الجريمه والكذبه تلو الكذبه ويمارس الخداع تلو الخداع دون ان يشعر بالندم شخصيه سيكوباتيه وعلي صالح فوق انه شخصيه سيكوباتيه في مصطلحات علم النفس هو ايضا لا يتمتع باي مواهب شخصيه تجعله محل اعجاب الناس ما هي المواهب الشخصيه لا هو خطيب مفوه ولا هو حاكم مثقف مثل المثقفين ولا عنده كاريزما ما هوش ملهم ما هوش مؤثر شخصيه غير كاريزميه ولا هو صاحب تاريخ مشرف كما قلنا فلماذا اذا نجد له انصار يدافعون عنه الى الان انصار يورطون اليمن ويكفون عجله المستق... عجله عربتها الى المستقبل طبعا ليس غريبا ان يكون لاي شخص او حاكم مشهور انصار مهما كان سيئا هذا احنا مش مستغربين مهما كان الحاكم سيء مهما كان الشخص سيء اذا كان مشهور ممكن يكون لأ انصار الشيطان نفسه له اتباع وانصار مش قضيه مش ميزه لكن نحن نتساءل لكي نحلل المشهد السياسي ونتعرف على القوى التي فيه ما طبيعه هذه القوى التي تعمل ما هي خصائصها السيكولوجيه والاخلاقيه والى اخره ومن ضمن هذه القوى انصار مشروع علي صالح لماذا يؤيدون صالح مع انه له شخصية لا شخصيه لا شخصيته ولا تاريخه يثيران الاعجاب هذا السؤال يشبه سؤال لماذا يعجب بعض المصريين بشعبان عبد الرحيم ولا يعجبون مثلا بفيروز نفسه قلنا من زمان ان لدى كل شخص جهاز تفضيل جمالي كل واحد منا لديه ملكه تفضيل يفضل هذه الاشياء على تلك كل واحد منا لديه ذائقه ينتقي بسبب هذه الذائقه او بواسطتها ينتقي الاغاني التي تعجبه، الملابس التي تعجبه، الاحذيه التي تعجبه الزوجه التي تعجبه ذوقك هو اللي بيختار، كل شخص له ذوق مختلف عن الاخر. لكن الاشخاص عاده يتشابهون في يعني بعض فئه من الاشخاص تتشابه في ذوقها بحسب مستواها الثقافي والمعرفي، بحسب خبرتها الجماليه ومستوى ذوقها. الذي خبرته الجماليه عاليه يختار اشياء عاليه القيمه عاليه الجمال. الذي خبرته الجماليه الرديئه وذوقه بدائي يختار اشياء رديئه بدائيه بسيطه اللي ما له خبره جماليه في الموسيقى يختار شعبان عبد الرحيم اللي عنده الذوق عالي ممكن يسمع فيروز ممكن يسمع حاجه ارقى شويه من فيروز هذا الذوق هو الذي يحدد اختياراتنا وتفضيلاتنا في عالم الملابس والاشياء هذا الذوق نفسه هو الذي يحدد لنا اختياراتنا في عالم الاشخاص بحسب ذوقك انت بتختار صاحبك او بتختار الحاكم الذي يحكمك صاحب الخبره الجماليه العاليه يختار مشروع سياسي محترم صاحب الخبره الجماليه والسياسيه المتواضعه يختار حاكم مثل علي عبد الله صالح هذا كل ما في الامر لكن قد يقول احد انصاره كيف تنكرون انه على المستوى الشخصي شخص يتمتع بذكاء شديد وبمرونة سياسية عالية إلى غير ذلك من الهدرة وعلى مستوى الإنجازات يعني هو محقق الوحدة اليمنية وحاكم اليمن من أقصاها إلى أقصاها طبعا هذه شبهات مطروحة الجواب على هذه الأسئلة وعلى هذه الشبهات هو موضوع المحور الثاني لهذه الحلقة دعونا نذهب لفصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد قبل ان نمضي في استكمال تحليلنا لظاهره علي صالح دعونا نشاهد هذا المقطع القصير ثم نعقب عليه ونستكمل الاجابه على اسئله الحلقه احب الطلاب والطالبات وابارك لكم بالتخرج والنجاح الباهر ان شاء الله من جامعه صنعاء والثانويه العامه في مديريه الوحده فنبارك لكم جميعا ونرحب بطلبة الجامعة إلى ميدان العمل إن شاء الله وإن شاء الله يكونوا عند مستوى المسؤولية وعند حسن ظن جماهير الشعب بأبنائنا الطلاب والطالبات فنحييكم ونبارك لكم بهذا التخرج الباهر وشكرا تسبيتكم لهذه الدفعه باسم الزعيم وانتم الزعماء مثل ما شاهدنا كان هذا عباره عن لقاء عادي من لقاءات علي عبد الله صالح ببعض انصاره التي الذين يحشدهم بين الفتره والاخرى حتى يظل تحت الاضواء لانه لا يستطيع ان يعيش خارج الاضواء لازم يكون حاضر باستمرار امام الجمهور حتى لا يقال بانه يعني ضعف لا جديد في الامر الخطبة الخطبة والجمعة الجمعة. لكن نحن اخترنا هذا المقطع لسببين. السبب الاول انه انصارها الذين حضروا من ابناء الجامعة. يعني ما مش مواطنين عادي لا من الناس البسطاء غير المتعلمين. وهذا امر يحتاج وقفه. السبب الاخر ان هذا اللقاء جاء بعد ان غادر صالح السلطة. مما يعني ان هؤلاء الذين حضروا انصار حقيقيين يعني. ليسوا مجرد طامعين في مصالح السلطة اللي كان فيها علي صالح إذا ما الذي ما الذي يعنيه أن يقوم مجموعة من طلاب الجامعة الذين درسوا شريعة وقانون بزيارة علي صالح ما الذي يعني هذا الأمر الجواب ببساطة هذا يعني أن التعليم الذي ترك الصالح في اليمن يشبه الجهل إلا أنه جهل مركب وهذا يعني ان دارسي الشريعه والقانون لا يعرفون حقيقه الشريعه ولا يعرفون جوهر القانون لانهم لو عرفوا لو عرفوا ما هو القانون وما هي الشريعه ما ناصروا حاكما مثل علي صالح احتكر المتعلمين وحطم التعليم ومرغ انف القانون والشريعه في التراب وهنا ناتي الى مربط الفرس مربط الفرس هو جمهور الطاغيه جمهور الطاغيه هو المشكلة جمهور الحاكم المستبد هو المشكلة لولا هؤلاء وأمثالهم ما بقي أمثال علي صالح في السلطة يوما واحدا ولا ما كان حال اليمن واليمنيين والعرب بمثل هذا الحال الذي وصلوا إليه هؤلاء هم ثمرة تخريب علي عبد الله صالح في اليمن لمدة 33 سنة من حكمه هؤلاء هم ثمرة زرعة طوال هذه الفترة الحاكم الفاسد لا يبقى بدون انصار من هذا النوع ما يمكنش يبقى يوم واحد امثال علي عبد الله الصالح موجودين في كل الشعوب لكنهم لا يصلون الى هذا المنصب الخطير واذا وصلوا بالمصادفه لا يمكن ان يبقوا لان الشعوب حيه لكن هذه الشعوب الميته او هذه الفئات الميته داخل الشعوب هي التي هي التي تصنع مشكلتنا وازمتنا القوميه اصدق كلمة قالها علي صالح في هذا اللقاء لما قال للطلاب انتم الزعماء فعلا هم الزعماء لانه لولا امثال هؤلاء الزعماء الصغار ما بقي هذا الزعيم الكبير كلمة زعيم هنا صارت دلالتها سيئة للغاية ودلالة سلبية الزعيم هنا كلمة اصبحت تختزل كل قبح الحاكم فلما يقول لك انت زعيم يجب ان تغضب سئل مرة وزير دفاع فرنسي وزير دفاع فرنسي لماذا لا تقوم بالانقلاب بانقلاب عسكري وتستولي على الحكم في فرنسا؟ فأجاب اسمعوا الإجابة قال إن من السهل أن نقوم بانقلاب عسكري على السلطة المدنية لكن هذا الانقلاب لن يدوم أكثر من ثلاثة أيام لماذا؟ قال لأن كل عسكري شارك في الانقلاب ستهجره أمه وزوجته وعشيقته وتتعامل معه بوصفه خائنا للوطن. الوطن المجتمع نفسه سيعزله اجتماعيا ويتعامل معه باعتباره خائن الوطن الجمهور. اي ان المجتمع نفسه الناس انفسهم هم الذين سيحاصرون الاستبداد ويمنعونه. هذا في فرنسا وفي الدول المتقدمه. اما نحن أما نحن فإن طلاب الشريعة والقانون الشريعة والقانون شوف ما بقولش حاجة ثانية الشريعة والقانون هم الذين سيذهبون إلى الحاكم الطاغي الفاسد الذي دمر بلدهم وحطمها كما لم يفعل أحد في بلده طلاب الشريعة والقانون طبعا ليس الجميع احنا بنتكلم عن فئة قليلة صحيح لكن هذه الفئة أيضا لها دلالتها هؤلاء هم الذين سيحملون على اكتافهم عدو الشريعه والقانون الشعوب الحيه لديها حساسيه عاليه تجاه الاستبداد والفساد ما تقدرش تتقبل الفساد والاستبداد بسهوله ما تقدرش الشعوب الميته تحمل الفساد والاستبداد على اكتافها واحنا مش شعوب ميته هذا حقيقه لسنا شعبا ميتا الشعوب العربيه كلها ليست شعوب ميته بدليل ما حدث في 2011 هذه شعوب حيه لكن فيها فئات ميته فيها فئات ميته وهي للاسف بكميات تجاريه كما قلنا من قبل هذه الفئات الميته هي التي وقفت امام عجله التقدم باستمرار شكلت حصن حصين للحاكم المستبد الفاسد كلما جاءت الفئات الحيه تفكر في التغيير وتسعى الى التغيير وقفت لها الفئات الميته وقطعت الطريق. والشواهد كثيره في هذا الباب. الشواهد في العالم عموما يعني للفئات الحيه كثيره. لفتني في هذا الجانب مقطع مصور نزل قبل فتره في اليوتيوب مع انه غير واضح لكن هذا المقطع يظهر امراه امريكيه عجوز راكبه على الطياره. رفضت ان ان تركب بجوار شخص يؤيد ترامب. هي امراه عجوز يعني كبيره في السن شويه حظها جاء انها تركب جنب شاب من الشباب الامريكان كان من المؤيدين لترامب رفضت ان يبقى بجوارها وان تبقى بجواره وقررت ان تنتقل بجوارها اذا لم يخرجوه لماذا هذا ايام الحمله الانتخابيه الرئاسيه لترامب قالت لانه في نظرها طبعا ترامب شخص غير مسؤول لا يشعر بالمسؤوليه لا يحترم حقوق الانسان لا يحترم حقوق المهاجرين هذا شخص خطر على مستقبل أمريكا هذا هو الشعور بالمسؤولية تجاه حقوق الإنسان هذا هو الإحساس هذه هي الحساسية التي نعنيها التي لدى الشعوب المتقدمة المحترمة حساسية تجاه الاستبداد تجاه تجاه الفساد ما يمكن القبول أبدا مع أنها لا تعرف ترامب ومع أن ترامب يعني هو مجرد يعني تاجر أو صاحب رأس مال هي لا تعرف على لم يحكم من قبل، ما هو شخص سياسي غير معروف لكن بمجرد ان سمعت خطاباته حكمت عليه فورا هذا شخص لا يصلح لحكم امريكا، هذا خطر على مستقبل امريكا. هذه هي الشعوب الحيه التي تستحق بالفعل ان تعيش في عز وتمكين وخير واستقرار. الناس في هذه المجتمعات لديهم وعي سياسي عالي. وعي سياسي بحقوقهم. وعي بمخاطر الاستبداد. وعي بضروره الحريه والكرامه. اصبح هذا الوعي جزءا من ثقافتهم. جزءا من ثقافتهم اليوميه بل اصبح جزء من جينات يعني داخل جيناتهم البيولوجيه. الناس في اوروبا وفي الدول المتقدمه كما يقول صاحبنا السوداني. تعلمت كثير ما معنى ان يكون الحاكم مستبد؟ عرفت انه بتدفع ضريبه كبيره جدا من من حقوقها من راحه بالها من صحتها من مصالحها ولذلك هي غير مستعده بقبول الاستبداد ايا كان ولو درجه ضئيله من الاستبداد غير مستعده للقبول به وثقافه معارضه الاستبداد هناك قامت بها نخبه كبيره من المثقفين وهذا هذه واحده من المشاكل اللي واحده من الهنات التي ينبغي ان تؤخذ على المثقفين في المجتمعات العربيه، المثقفين بكل انتماءاتهم قصروا كثيرا في خلق وعي اجتماعي بمخاطر الاستبداد. الاحزاب والمثقفين والتيارات والجماعات، جماعات التغيير كلها التي تنشر التغيير في الوطن العربي، خلقت معارك بعيده جدا عن المعركه الاساسيه التي كان ينبغي ان تخوضها، المعركه في سبيل خلق وعي ضد الاستبداد. لأن يعني مشكلتنا في الاساسيه هي مشكله استبداد لا شيء اخر. كان ينبغي ان نخلق وعي كافي لمقاومه الاستبداد في الوطن العربي. البريطانيون اسقطوا تشرشل في الانتخابات مع انه قائد انتصارات اوروبا في الحرب العالميه الثانيه. الفرنسيون اسقطوا ديغول في الانتخابات الثانيه والثالثه مع انه محرر فرنسا المحرر البطل من الاحتلال الالماني. هذه الشعوب قالت كلمتها كلمة بسيطة كلمة بسيطة وواضحة قالت لهم شكرا لكم شكرا لكل ما فعلتموه سنذكركم بخير لكن أبطال الحرب ليسوا بالضرورة أبطال السلم أنتم أبطال الحرب خلص على جنب إحنا الآن في حالة سلم أبطال السلم لهم شغل ثاني ولهم خصائص ثانية وفكر مختلف إحنا بحاجة الآن إلى تنمية أنتم الحروب استهلكتكم ربما ما عاد تصلحوش في في ايام السلم. واحنا الواحد يظل 30 سنه 40 سنه وهو يعجننا ويخبزنا ويكوينا وكان احنا يعني جزء من ملابسه الشخصيه. اوروبا قالت لهؤلاء اذهبوا الى بيوتكم معززين مكرمين. والان الان يمكننا ان نجيب على سؤال هل كان علي عبد الله صالح ذكيا بالفعل؟ وهل له انجاز محترم يذكر به؟ الحقيقه ان علي صالح كان يتصف بثلاث صفات اساسيه. الصفه الاولى هي الجلد كما قلنا والمثابره. جلد ومثابره لكن في سبيل تحقيق طموحه الشخصي ولو على حساب ملايين من ابناء شعبه. هذه صفه كانت موجوده فيه ساعدته على البقاء لليوم. الثانيه أنه كان مراوغا مراوغة الثعالب طبعا أنصار يسمون هذه المراوغة يسمونها مرونة وهي ليست مرونة لأن المرونة هي صفة الحكماء هذا شخص غير حكيم هذا شخص أرعن سيكوباتي كان مراوغا وما زال مراوغا الصفة الثالثة أنه كان ذكيا لكنه ذكاء ذكاء المجرمين من أصحاب الشخصية السيكوباتية التي تحدثنا عنها من قبل لكن ذكاء علي صالح لم يكن ذكاء استثنائيا يعني ما هو ذكاء غير خارقة لأن صاحب الذكاء الاستثنائي إذا حصل فرصة مثل اللي حصلها علي صالح يفعل أشياء أخرى غير التي فعلها صالح صاحب الذكاء الاستثنائي ماذا يفعل؟ يسعى بكل جهده لتخليد اسمه وذكراه في ذاكرة الناس وقلوبهم من خلال إنجازاته الإيجابية لهم الحاكم الذكي يترك وراء السمعة الطيبة ومحبة كبيرة في قلوب الناس كما فعل إبراهيم الحامدي مثلا في ثلاث سنوات فقط من حكمة ثلاث سنوات عمر بن عبد العزيز ثلاث سنوات أقل من ثلاث سنوات لكنهم خلدوا وجود يعني أسماءهم في ذاكرة الناس لأنه كانوا صادقين في خدمة شعوبهم النماذج كثيرة لا ضرورة لذكرها الحاكم الذكي الذكي فعلا لا يشعل الحرائق في وطنه لكي ينتقم من شعبه الذي ازاحه ولا يستمر في الكذب المفضوح على شعبه الى نهايته علي صالح بلغ العقد السابع من العمر وهو ما زال يمارس عاداته القديمة في الخداع والكذب والتخريب والقتل هذا هذا هو ذكاء اما قولهم انه صانع الوحده هذه قصه تحتاج الى حلقه كامله الوحدة علشان نفكفكها لكن يكفي ان نقول لهم اعلموا ان صانع الوحده المزعوم هو من فكك عرى الوحده في القلوب قبل الواقع ما في شخص في تاريخ اليمنيين اضر بالوحده مثل علي عبد الله صالح اخرجها من القلوب ليس فقط من اروقه السياسه لقد ارتكب في حق الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري جرائم لم يرتكبها أحد من قبل والجميع يعلم ذلك. أنصار ينكرون طبعاً ويتمحّلون ويكابرّون لكنهم يعرفونه يعرفون هذه هذا الجرم كما يعرفون أبنائهم للأسف. أخيراً. أمثال علي صالح موجودون كما قلنا في كل مجتمع لكن مشكلة مجتمعنا أنه سمح لهم بالوصول إلى سدة الحكم في حين أنهم في المجتمعات المحترمة مجرد مواطنين عاديين ربما يوصفون بأنهم مواطنين غير صالحين إذا اللوم اللوم ليس على علي صالح وأمثاله الذين يجتهدون ويتعبون في الوصول إلى أعلى منصب في الدولة بطرق غير مشروعة ثم يقودون مجتمعاتهم إلى الهاوية اللوم ليس عليهم ولا على القوى الخارجيه التي دفعت بهم الى السلطه او ابقتهم في المشهد حتى الان لتحقيق مصالحها الخاصه. انما اللوم على المجتمع الذي المجتمع المحلي الذي سمح لهم بالوصول الى هذا المنصب الحساس، وسمح لهم بالبقاء حتى هذه اللحظه. وبسبب هذه الخطيئه التي اقترفها المجتمع يعذب الله هذه المجتمعات على ايدي هؤلاء لعلهم يتفكرون. وبعد كل هذا الخراب الذي أحدثه صالح في اليمن ومستقبل اليمن إلا أن بعض اليمنيين ما زالوا غير قادرين على التأمل والتدبر والتفكر أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي الحلقة نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله وحفظه